أحرق أسطوله الخاص بعدما رأى الهلع في معسكره. القائد المسلم طارق بن زياد تحت راية الأمويين عبر بجيش أمازيغي من 12,000 جندي مضيق جبل طارق من أجل ضم الأندلس لحضن الإسلام. فواجههم ملك القوط رودريك بجيش ضخم مكون من 100,000 مقاتل، وبعدما رأى الشك في جنوده أحرق أسطوله وقال جملته الشهيرة: أيها الناس، أين المفر؟ البحر من ورائكم والعدو أمامكم. فانتصر المسلمون وبقيت الأندلس تحت حكمهم 800 سنة.